انا جورج مايكل. جورج مايكل بلشت تاكسي درايفر وجيت على هالبلاد ما بحكي ولا كلمه انجليزي. الحمد لله الرب نعم علينا وخصوصي نعم علي. من 15 سنه اجاني بانكرياتيك كانسر وعطوني شي شهرين ثلاثه لعيش اللي 15 سنه عايش وبقلب خير. بس اضطريت روح على المانيا عملت عمليه بالمانيا وكان حد مني رئيس مصر حد مني اسمي مبارك انا وياه قعدنا شهر وبعد منها انطلقنا بالعمل باستراليا على اوسع نطاق وصار عندنا كتر خير الله 1000 سيارة جي ام كاب 12000 اف بوس ماشين. الاف بوس ماشين بايمنت ان تاكسي بكل استراليا. وقت اللي اجت اوبا نزعت الماركت كليا نزعت الماركت اضطرينا نعمل اب. الاب تبعي اسمه رايدو. رايدو اكزاكتلي مثل اوبا اب نو ديفرنت. توصلك بكل التاكسيات استراليا كروس اول نتورك كانوا جي ام كاب ولا كانوا سيلفر سيرفيس ولا كانوا اني نتورك. رايدو بتغطي كل تاكسي باستراليا وان شاء الله ماشيين بالاتجاه الصحيح. عندنا بملبن بالايربورت شغل بقلب الايربورت بالكافي وعندنا بملبن بالاوفيس بالسيتي. عندنا ببريزبن بالايربورت كافي كمان ببريزبن وببيرث وبأدلايد معنا مكتب بس عندنا بريزنت بالتاكسي اندستري دي. انا من ضيعه من لبنان من نورث لبنان من حقل العزيمه الضنيه وبفتخر اني اكون من هونيك لانه بلاد جميله جدا. الحرب هجرنا وقت 1976 دغري بي كمشنا وجبنا على هالبلاد وبنستكثر بالله لانه بلاد حلوه رائعه جدا جميله جدا قوانين حلوه كله حلو باستراليا. واستراليا بلد للناجح وبلد للفاشل. الفاشل فيه يفشل قد ما بده والناجح فيه ينجح قد ما بده. بلاد حريه الراي نظاميه جميله جدا. جينا على استراليا ومثل ما قلت قبل بلشت تاكسي درايفر ومن تاكسي درايفر فتحت شركات بنزين. مثلت استراليا بلوس فيكس مثلت استراليا ببالي بالكونفينينس ستور وبعد منها انطلقت لاشتغل لحولي. والجي ام هي كنايه عن جورج مايكل. جورج مايكل جي ام حلمي صغير صار حلم كبير. الحمد لله صار عندنا جي ام كافي جي ام كاواش جي ام كاب الامبورتنت برودكت جي ام سيجنتشر. جي ام سيجنتشر هي الابر كلاس اوف جي ام يعني لكسس بي ام توب كار. اشتغلت انا بالنيو موديل باليونيك برودكت يعني جبنا 120 سياره لندن من لندن بلشناها بلندن كاب باستراليا از اون باي جي ام كاب. ورجعت بعد لندن اخذت 70 سياره الكتريك فيكل تبلش الالكتريك از ويل. وهلا منطلقين بالنيو تويوتا هايبريد يعني بشتري تويوتا كارز. هلا عندي تويوتا بالبيس تبعي اكثر من تويوتا بالهيد اوفيس. بساعد الشوفيريه الشوفير ما قالوا الا يدفع ديبوزيت وبعطيه السياره بكمل حقها بعد سنتين. والموضوع تبعي بحب الشغل الجديد بحب التكنولوجيا الجديده. الكول سنتر تبعتي بالفلبين الاي تي بيبل بنيوكاسل. جربت بلبنان عندي 3-4 شغيله بلبنان بس بلبنان فقير معتر ما في انترنت ما في كوميونيكيشن. سحبنا الكول سنتر على الفلبين. اذا الله رود وان داي حيكون بلبنان. بحب لبنان كثير وبروح على لبنان كل سنه مره والشاري ارودي وعكورود بلبنان كثير لانه بحب لبنان. واذا الله رود لبنان حيرجع يوقف على سي اي حيرجع يوقف اذا الله رود لانه بلد جميل جدا. وجينا على هالبلاد بحب ساعد اللبناني اللي بده مساعده. ما ضروري تشتغل مع كل اللبنانيه لانه ماشي حولن لبنانيه ماشي حولن. بس اذا واحد جاي من الوطن بيصير عبء على صدري لازم شغله
لازم مشيه. أكتر شغيلتي لبنانية وخبيرين، الشعب اللبناني خبير بالأكل، خبير بالضيافة، خبير بالخدمة، ما عنده أي مشكلة الشعب اللبناني. بس اضطر لأن وسع شغلي اضطرت انطلق من الشعب اللبناني للشعب الثاني اللي هو شيف عراقي، تشاينيزي، تركي، عود عندي استرالية، عندي من بنغلاديش، من نيبال، من الهند، من مصر. عندي ورشة عمل تتجاوز ال 200 شغيل. الاتبوس ماشين هي نوع من البايمنت سولوشن بيعوزوها بالتاكسيات. انا غطيت حوالي 14,000 تاكسي باستراليا، 14,000 تاكسي وهايكا ولمزين، واذا الله رود هلا قريبا حتغطي الكافي، حتغطي كل الريتيل شوب. غيرت اسمها لهيرو لنفصل ما بين جي ام كاب تيرمينال وريتيل تيرمينال، سميناها هيرو، هيرو بايمنت. هذا الهيرو بايمنت نحن الشوفير بيجي لعندي بنعطيه المشين بصير يشتغل لصالحه، بس بيقبض على المشين للجي ام كاب، المصاري بتجي لعندي انا بدفع للشوفير بعده اشياء، بعده ثلاث طرق، طريقه للبنك اكونت تبعه، اما طريقه ثانيه بعطيه فيزا كارد، طريقه فيزا جي ام فيزا ديبت اسمه، اما الطريقه الثالثه بيجي على الويندو بياخذ كاش ماني. والكاش ماني هذا كتير مهم لشوفير التاكسي لانه حب بيتعب بنهاره بده ياخد اسرته على البيت، يشتري حليب، يشتري لعائلته، بيحب ياخد الكاش. وهيدي نجحت فيها كتير لانه بكل استراليا، بهوبارت، بتازمانيا، بادلايد، بملبن، ببريزبن، ببيرس، اي كفر اول استراليا، بس بي فيري سترونج ان ملبن اند سيدني، هيفي سترونج. شو هالزلمة؟ اوه دقيقة، unexpected، ابدا، بعرف انه جاي التقى بشخص عنده شركة تاكسيات بس انه ما عنده 1000 تاكسي، مش هو اللي عنده رايد المعروف كتير، مش هو اللي عنده جام سيجنتشر، وقصة قصة قصة شخص قام من الموت وقرر انه بدي اعيش، شخص بحب لبنان، شغل لبنانية، بعده بيحكي لبناني all the way، شخص عنده قصة حلوة كتير، شخص عم بيطعمي 4000 شخص بالنهار، شخص بيدفع لأكثر من 13,000 شوفير تاكسي بالنهار، شخص عامل خضة، لا إذا نزل على رئاسة بيطلع. واو، هيدي كانت قصته، بس مشوارنا معه طويل. You wanna follow us? You can follow us, you'll be on TV. We're going 4 cars to the front cafe from here today. See, nice car. You like it, Uncle George? No, I don't mind. You like nice it? Car, yeah. I don't mind, yeah. Follow us. He's going to be in this car. But you follow him, you follow in London car and you follow us. الاشياء كيف بتصير، انتو ساعة تطلبوا تاكسي بالمطار، تاكسي بيكون ناطر هون، طلع حوالي ميات السيارات ناطرين كلهم سوا بهذا الباركينج قدام الجي ام كافي والجي ام كار ووش يلي هو الوحيد اللي عنده يهون هون، والناس ناطرة بالصف، تاكسيات ناطرين مريض بينطر نص ساعة ساعة يلي هن، بس بعد الصف ماشي 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 all the way. 13 كابز، شامب يونايتد كابز، اوبال كابز، بلاك اند واي، في عدة شركات بس جي ام، يعني بين كل اثنين ثلاثة في وحدة جي ام، تحوي جي ام سيجنتشر، جي ام اند سو اون. محمس كتير انكل جورج، محمس حمسني معه، ولا اطيب منك زلمة. Let's go. صار وقت الترويقة، الغدا. اوكي. انكل جورج عنده سيناريو. كامل متكامل. اهلا وسهلا فيك. يعني مش فادي ذا كينج. لكن السيارات مش بس سيارات، عنده كافيه، مش بس كافيه، عنده كاروش، ما في درايفر بيوصل لهون على المطار ما بيقطع عنده. ما في يحمل راكب الا ما يجي لهون. وما في كونستراكشن بالمنطقة ما بتجي بتاكل هون. هيدا جي ام، هيدا لندن.
التقينا فيه قبل كان واقف قدام الاوتيل طلعنا معه. كيفك؟ انا منيح. صحتك؟ تفضل. That's awesome food. يلا روح. هذا برو جي ام. صحتين صحتين. We're taking over Sydney almost. بتعرفوا القدر شو بده؟ القدر بده انه التقينا فيه بالسيتي كان واقف برات الاوتيل. هذا جي ام سيجنتشر. وطلعنا سوا وبرمنا معه، فيكم تشوفوا صورتين على انستغرام. ورجعنا التقينا هون بالمطار، العالم هالقد. انا لما بشوفه بيجي عامل الاكل. شغيلة لبنانية سورية عراقية البنغلاديش النابال التشاينيز مستر شيف. مستر شيف يو جوينغ تو امبرس اس. المستر شيف هلا بده يطبخ لك الاكل تطلع النور منه. تعمل الناس كل شيء مالتي انترناشونال فود. الاكل التشاينيز والاكل البنغلاديش والعراقي واللبناني والمصري والكوفي اللي ما بنوقف ما شاء الله. للطعمي 4000 زلمي بالنهار منها لعبة. طباخ الشيف العراقي نمبر 1. جهزت جاد فتوش، تبولة، حمص، وهلا ما نعمل حمص بلحمة وصحن باذنجان. خي الزوج كان يشتغل بهافنز فابريك اللحم، وهو الحرام هيك صغير اول طلعته جاي من ومشت تتخلى عليه. الله بكره بفرجيك اذا ما بدي يصير مانجر عليك. وصار مانجر الحمد لله وعلي وعلي الله يخليك. هاي بلد نصهم بيحكوا انجليزي ومع العرب نحكي عربي. وبحكي اسبانيولي كمان مع السير مع اسبانيش. يجوا يجيبوا اكلاتهم من البيت او من برا ومنسخن لهم اياهم ومنحضر لهم اياهم ومنزع لهم كم دقيقه بيحبوا. أنا زاهي، أنا صار لي بشتغل مع جورج فور 10 ييرز، أنا المانجر تبع الشوب هون. أول شيء مرحبا فيك بسيدني، نحن مبسوطين فيك كثير ومبسوطين أكثر إنك بجي إم كابس، صار لنا الفرصة تتعرف علينا ونتعرف عليك. مثل ما شفت هون نحن بنعمل كل أنواع الأكل وبنعمل كوفي الأستراليان كوفي كمان، وعندنا السبايس تي كمان ماشين فور ذا درايفرز. إذا بدك فينا نعمل لك أطيب قهوة بسيدني هلا. أنا من بدادون وصار لي 10 سنين بأستراليا. Start hacking prawns. انت بدك تحط ايدك بكل شيء. انا لكن لو ما حطيت ايدي ما بي يصدقني. ما بتخلي حدا يشتغل وحده، بدك تحط ايدك ابدا بكل شيء. وبعرف ما بتحشر تحشير. بعرف نجاح العمل صاحب العمل لازم يكون موجود، واللي حضر عنسته بتخلف توم. شو عم بتحضري لك؟ حضر لك تشيكن كباب. كيفك منيح؟ والله اي واتش اول يور شو. انت من وين؟ انا من جنوب. 18 سنه الي مع جورج. ليش بتشتغل معه؟ فريندز. ليش؟ بيكوز مبسوطه. صرنا عائله مع بعضنا. هي سيد ات هيم سيلف. صرنا عائله. How many years have you been working with Uncle George? 20 years. 20 years, yes. قديش صار لك هون؟ 20 سنة. أنت هون ملك اللحمة. لحام 20 سنة، هسا بذوق اللحمة. بالفعل ملك اللحمة. Thank you, George. بالفعل بيطلع علينا مثل أهل. مضبوط. هلا بعد هو ما إنه كان ملك اللحمة، إجت بنته ملك السويت. ايوه هلا بعثتنا بعثتنا بوكس كادو سويت عليك منه يزعلوا. مع الله راضي. رياض الاسود متروبل. كم سنه صار لك هون؟
47 سنة. اوف واو، دهرت شوي بس اخذ نفس. بعتقد 80% من التاكسي درايفرز هون بيعرفوني، بيعرفوا شو بعمل، عم بتصور مع الكل. المطبخ لازم ندوق كل شيء ونجرب كل شيء. انكل جورج رح سميه لان كلهم بيسموه هيك، بيحبوه بيحبوه بيحبوه. يا حوي حاطط منخرب وين كل شغله، بعتقد بيعرف الرزق بينعمل، والشيف عم بعيط لي وكيف الايجن بينعمل كيف اللبناني بينعمل. الكل بيشتغل معه صار له 10 و15 و20 و30 سنه، بحبوه كثير. ملك هون، ملك، عامل كينج، عامل بوس، وهو بوس لانه بيلاق له. وات ا جريت ديسكفري، شو هالانسان. واو، اوكي، باك تو ذا كيتشن. الشيف خيط لي صوفر لي من برا. نجوى مريش، انا من سوريا وصل لي بهالمحل 17 سنه. انا سركيس سمروني. ما انت هذيك المره كنت عند جورج معك؟ ايه ابن عمي انا. يا عمي كل واحد اسمه جورج ناجح، بس ما بعرف جورج هون، ما بعرف شو. عطور ظهرت ورجعت فتت. ما في وين رجع عمل لي كمان. وين رحت؟ وين رحت؟ رجعت على المطبخ. أنا على الزور من يحمر الشيف. أنا بس هون جورج صاحبي وبحب زياده. انت من الاشخاص يلي يمكن من اكبر، خلينا نقول الاشخاص اللي عملت فرق بحياة كثير ناس. انت هون بسيدني، خلينا نقولها مثل ما هي، انه من شخص وبتعلم الامل، بتعلم الطموح، بتعلم النجاح. انه من شخص بلش تاكسي درايفر اليوم صار بيدعم 1000 عائله. انا الفخور في الاعمال اللي بتفيد حدا وعملته. ميني فخور انه انا نجحت. اذا واحد نجح لحاله وما فيد الناس، لا شو له، ما بيكون ما قدم شيء. انا بفتخر وقت نربح شاب مثل زاهي اجا من لبنان وعطينا له روق ودل هون، وخيو سامر وتجوز وجاب اولاد. هلا حيعذبني زاهي، بس انا فخور بهالشيء. وخيو طارق اللي تعرف على عروسته بالكريسماس بارتي تبعتي. بيقدر الانسان اللبناني يوصل؟ بيقدر يوصل للمريخ الانسان اللبناني، بس بدنا نعيش مثل ما احنا عايشين باستراليا. بدنا نعيش بكل طوائفنا بلبنان مثل ما احنا عايشين باستراليا. استراليا فيها 160 طائفة، 160 ملة وماشي حالنا، وخصوصي هون بقلب استراليا بقلب التاكسي رينج. اجل عندك الباكستاني والفلبيني والهندي والصيني وكل جنسيات العالم هون، كله بفوت على المحل بحس حاله فايت على بيته. سخن لي، اعمل لي طعميني، الجو عندك بعقد. هيدا انا فخور فيه. قلت لي اللي بيسهر على عنزته بتجيب توم. اللي بيحضر على عنزته بتجيب توم. وانا بدل الاولاد بيقولوا لي داد خيخدوا معك الفون بلا يشوفوك بلا داد، لازم انا اعمل ستيكا بايدي. انا فخور، انا فخور اني اقول له يعمل المنغوليان، جيب له المنغوليان اوقف على ايده. طب جورج لحق تطول، تعلم تكنولوجيا، صار عنده ابلكيشن واشياء كثير. يمكن الناس بتقول بعمرك يمكن قطع سبقك الزمن. انا اكيد محضر شيء للخمس سنين الجايين، شو الحلم الاكبر؟ حلمي الاكبر اذا الله رد الدل نيفر فايل، اي شيء بدي اقدره لازم ينجح. عندي امل اني ارجع على لبنان وارجع اشتغل مثل ما عمرت بلبنان، محل قد ما بني بنيتين، ارجع على صعيد مغترب رجع يعمر بوطن ولبنان. لانه مهما نبرم بالدنيا ما في اجمل من لبنان. وانا حضرك كذا مره وانت حببتنا بلبنان وقت تروح على الزيتوني اللي عمره 4000 سنه وتقول لنا هذا الزيتوني عمر 4000 سنه، وتروح على الوادي وتمشي لكعب الوادي لتشوفين جمال لبنان طبيعي. مينو موجود لا باستراليا، انا بحب استراليا كثير. لبنان قطعه من السماء، ارض مقدسه. خلينا نتفق على الموضوع. انا رح ناكل، لكن هذا الاكل اللي شايفينه هون هو اكل بيقدر ياكله حيالا شخص بيجي لهون. ان كنتوا جايين على المطار، كل شفريت التاكسيات عم بياكلوا اكل طيب. فيهم ياكلوا حمص، فيهم ياكلوا رز، فيهم ياكلوا
مثل ما شايفين فيتناميز فود او تشاينيز فود مثل ما بتاكلوه بحي الله مطاعم. الله يخلي لك هالعائله بعقده عن جد كلهم سوا، اولادك كبروا عملوا ربوا. انت قبل خبرتني بس ورا الكاميرا عن هالست العظيمه يلي وقفت حدك. الست ام مايكل، انا كنت ما معي مصريات اطلاقا، نجي نشتغل شي 16 ساعه بالنهار، انسحب من البيت وروح على الشغل تاكسي درايفر، بلاش التاكسي درايفر. مايكل دير بالها على الاولاد، تاخذهم على المدرسه، تلبسهم، تعلمهم. تعلمت الحياه التواضع اهم شيء، اهم يعني. يمكن ما في اولاد بهالطبيعه بهالنجاح اللي هني فيه يتواضعوا قدهم. من وراء ام مايكل، وام مايكل وقفت معي، وخصوصي بمحن وقت اللي مرقنا بمحنه الكانسر. لقيت حلها بلا بلطوف بالمانيا، نسيت تاخذ معها البلطوف. مايكل من المؤمنين اللي مقامني هلا، بتمشي حفياني وقسايا ماشي حفياني على عيد السيدة 15 يوم كل سنة. كل سنة بتتحفى 15 يوم، والله يعطينا لأنه نحن بندير بالنا على الفقير. هلا هويك. ما حندير بالنا عليك لأنه أنت الله يبارك ناجح. واو واو، ما بيتشبع منهم، ما بيتشبع منهم. وين مايكل حكيم. واو اميزينغ. Let's eat. ممنوع الحب، ممنوع الكارلك، ممنوع الحب. اوه. هيدا بلد. Good food، ها؟ Very nice. Sweet stuff. كثير طيب الرز. بصير يدفعوا مصريات بهالمطاعم، كله عندك. أكل متناسب مع السعر، لأنه شوفير التاكسي ما في ما في يدفع المبالغ اللي بتدفعها بالأوتيلات والمطاعم الرسمية. Excellent quality, super tender shrimp. شو هيدا؟ واجيو بيف؟ super tender. طلع طلع. Butter. Very nice. Yeah. Wow, spiciness مثل ما لازم. برافو. لازم ندوق الحمصات تبع الشيف يلي هلا تعب فيهم وعمل لي لحمة على الووك. لازم ندوق هاللحمة العظيمة. لا بلا مزح. This is very high standard quality. This is high end quality. مش عم بيمزحوا الشباب، مش عم بيمزحوا. مش كانتينا فود، عم بحكي عن جود كواليتي فود. عن جد برافو. لا بلا مزح، انت عامله هيدا؟ والله هذا الحمص انا عملته خاص بلا توم عشان بعرف ما بتاكل توم وكاري وعنين. بس دي اعمل اخر، هلا انت عندك مطعم، انت شافه وانت بس هيك تتسلى. انا بس هوايه. عم بغير وظيفه وبده يتوظف كشيف. من اطيب حمصات اكلهم بسيدني. والله اوف. والله. بطل. هيدا بونس كونتنت. يام. رح نسميه بونس كونتنت. بونس. منه بالجي ام كابز، بس اللي ياخذها بيعرف يمكن بكره بيعطوك برا تحطه هون. خبرني عن هون، مين بيعملهم؟ بنتي بتعملهم. واو قوية. شو قصتهم؟ كيف بلشت؟ شو في بلشت جوه؟ من يوم كورونا. اوكي. بالبيت. ومن بعدها صارت تعمل بالبيت شوي على شوي. كبرت الله الكبير. وفتحت محل هلا. والله والله مش بس دليفري يعني، مش بس اونلاين اوردرز، كمان في محل. في في اونلاين، في محل واونلاين. وين فاتحه؟ ببيكسلي نوف. وايها اطيب وحده؟ الله عليك باخذ ذوق الكل انت. كلهم طيبين. دقيقه، دقنا اللحمه لانه انت عملتها وقلنا لك اطيب لحمه. دقيقه بدها تروقني كل هول، بدك تعملي كل السكر. ذوق لي ذوق لي. هي شو اسمها؟ ما تقول لي، ما بعرفش. كل وحده لها اسم. ايه اتس ا ميلك كيك. شو اسمه؟ It's a milk cake. اوكي. بس اسمه ما بعرف. لك سكر على القد، ومنه دلع، ومنه سوجي، بس منه هيك منه قليل. عرفت كيف؟ طعمته مضبوطة، البيستاشيو مضبوطين، بيقرشوا شوي ما بيعلكوا. نايسلي كريمي، فيري تيستي، وبالاخر فيكم تشربوا الحليبات اللي جوا. بتاخذ زيادة هلا. لبنتك برافو، الله يهنيها، الله يوفقها. حلوين، مرتبين، شغل صح. سكرهم خفيف، حليباتهم مضبوطين. كيف؟ طيبين. شو يا جورج؟ طيبين، كواليتي. صحتين. كواليتي ماي، وانا لي فخر اني حطيت لها البضاعة تبعها اللي بخفف عليها. ثانك يو حبيبي. ثانك يو. أنا وليد خوري من عند إت. قلنا شرف تعرفنا عليك وحضران كل الفيديوهات تبعولك. أنا بشتغل مع جورج، جي إم نتورك مانجر.
طلع على كل التاكسيات تبعوله على البايمنتس ان او ورا بس ولا دو. الله معك كيفك بحياة ربك كل هاستروبي بشرفك كل بليز خلص اخذت واحدة اخذت واحدة شوفي الجي ام بالشين يا صبي اخذت واحدة صحتين صحتين ما معي هون هول انه هاو هم ثانك يو الله وي ميرسي نحن هلا وصلنا لجي ام هيد اوفيس بمنطقة ايرود قريب من المطار المنيح فيه انه بدربي على البيت وهلا حنشوف الهيد اوفيس تبع جي ام كاب Philippines with a cause in as you're in a car, as a driver, you receive a job. Ride or booking available. Called ride or booking available. Or cooperatively. You accept the job. So this is like a task. Then you press the button, will take you to the address where the job need to be picked up from. So one terminal application. One terminal application. This is a yes. Correct. Only he need that one. Only in that one receive work and he do the payment on it, receive the money same day, and one solution cover him all.